هلأ نحكي لهم نحكي لهم مفاجأة خبركم أوكي نقول لهم Life was dull until you came I was breathless when we first met Couldn't keep my hands away I was speechless when we first met yeah. مرحبا يا حلوين إن شاء الله تكونوا مبسطين الحمد لله أم المون بخير وسلامة هلأ يلي ما شاف على الانستغرام الأسبوع الماضي حطيت ستوري عم بشرح أنه منى كان عندها التهاب وكان حالتها حالة يعني فالحمد لله صارت بخير مثل ما الكل شايفين أوكي. عنا كذا شيء اليوم عنا كذا شغلة بدنا نسويها أول شيء في خبر في مفاجأة بس مو هلأ بعد شوي بخبركم أوكي. مفاجأة كبيرة فخليكم ايه. لتسمعوا ما تمشوا تروحوا ما حتعرفوا وين مو بالآخير فجأة فجأة مثل العادي نحن جوعانين ما أكلنا لسه بس فعلا هلأ الساعة 6 وشوي وفعلا أنا لهلأ مالي أكل ولا لقمة إيه فاللي حيصير سامر شاف مقال عن أطيب نوع كندا ببيتزا يعني أطيب نوع كندا ببيتزا أطيب أم المون جابت العيد من أولها بلشنا أطيب نوع بيتزا بكندا أطيب بيتزا بكندا أطيب بيتزا بكندا أي شاف مقال Are you okay? I'm hungry كله تمام؟ اوكي خليني اشرح لكم على السريع من أسبوعين كان في شيء اسمه بيتزا ويك أكبر شركة جبنة عنا هون سابوتو أوكي. هي اللي كانت عاملة التصويت عشان يبيعوا جبنة طبعا نقوا أطيب بيتزا بالإيست وأطيب بيتزا بالوست وأطيب بيتزا فيجن وأطيب بيتزا مدري شو وأطيب بيتزا بكندا طلعت هون بمونتريال اسم المطعم ألتو ولا مرة سمعانين عنه هنروح نجربه لأول مرة يعطيك ألف عافية معلم نحن راجعين و اوكي ما شاء الله هو الصوت الله. اكيد مو واصل لعندكم بس في لامبو ما شاء الله ما شاء الله الله يطعمنا ويرزقكم ويرزقنا امين بعد ما نروح وندوق البيتزا ايه. بدنا نروح مع اغلبية عيلتي نروح نشوف فيلم توب جان 2 الجديد الفيلم له قصة حنحكي لكم اياه بعدين لانه خلص لانه طولنا كثير هلا صرنا عم نقرقر كثير بس لانه اشتقنا لكم هاي وصلنا المفروض هون أطيب بيتزا بكندا ليكو شو كيوت حاملين هاي برا اسمه ألتو من 1987 اوكي نفوت لجوا يلا جوعان يلا برا في ناس نايس alright طلعت لبرا شوي لحتى احكي معكم لانه جوا في موسيقى ففي كوبي رايت اكيد حنضرب فيه اذا طلعت الاغاني اللي احنا عم نحكي طلبنا ولحد الان السيرفيس كتير منيح فكتير متحمسين مكان ظريف وان شاء الله يطلع طيب بس حبيت اجي لكم ليش ما عم نحكي جوا انه حابين نقعد نتساير ليكو قطعت البيتزا هاي اللي وراي anyways فرح ارجع لجوا وان شاء الله بركي اذا خففوا الموسيقى شوي نقدر نحكي معكم اكثر جوا هلا بنشرح لهم هاي شو وضعها هاي مثل بيج ماك عاملينها وهي فيجيتيريان شمي هالريحه بسم الله شو واو عن جد اوكي تحمست خد اوكي سامر عم يدوق تاني نوع اللي هو مثل البيج ماك شبك it's so good I know This is amazing. Yeah, it's really so amazing. good.
هلا اليوم نحن ثاني يوم الكل اللي شفتوه من شوي البيتزا وكل هذا. مثل ما قلت لكم للاسف كان صوت الموسيقى كثير عالي. لا وغير هيك اصلا لما سمعنا الفيديو صوت الموسيقى مغطي على صوتنا نحن، فحكينا اللي عم نقول لكم يعني شو عم يصير وهيك ما كثير واضح. المهم المطعم كثير 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 ظريف. البيتزا عن جد كتير طيبة، تستاهل الجائزة الصراحة. سنتين في بعض فوق منها يعني عن جد فظيعة. عن جدارة جماعة مونتريال روحوا لأنه كتير كتير طيب، رح تنبسطوا. والسيرفيس كان كتير حلو، المكان عاملين له هني طبعا تجديد، هو قديم يعني من أواخر الثمانينات. بس كتير طريقة كيف مجددينه، الديكور اللي هني أخين أخدين المطعم وأمهم صارت تشتغل معهم، يعني حتى تركت شغلها كانت تشتغل بالبنك صارت تشتغل معهم لحتى تساعدهم. سنة. ايه 25 سنة بالبنك. كله اجا سألنا، حتى صاحب المحل مرق واجا سألنا انه طيبة عجبتكم، هو اللي عامل هاي البيتزا، هو طلع بفكرة هاي البيتزا تبعيت البيج ماك وحب يجربها على المنيو. كتير طيبة العجينة تبعيته عن جد مميزة، الفليفرز الخضرة كتير كتير طيبة. هلأ نحكي لهم؟ نحكي لهم مفاجأة؟ خبركم. أوكي نقول لهم؟ أوكي الخبر هو أنه قريباً جداً إن شاء الله في سفرة، وسفرة إن شاء الله يعني كبيرة، حنشوف فيها كتير إشياء حلوة مع بعض، حتجوا معنا بكل تفاصيلها. كتير كتير متحمسين، ما فيني قلكم بكم فيديو، بس فيني قلكم أنه كتير قربت يعني حاجزين وخلصين. ايه بإذن الله يعني. يعني ما 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 إنه عم نفكر نونو، الحمد لله كله محجوز وخالص يعني. حيكون شيء كتير حلو، بظن حيعجبكم كتير. اكتبوا لنا بالتعليقات وين تتوقعوا. ايه توقعوا وين. نحنا اللي فيني قلكم يا بس إنه مش بكندا، يعني رح ناخد طيارة ونروح لمكان، فممكن اكتبوا لنا توقعات، اكتبوا لنا وين تتوقعوا إن نحنا رايحين. ايه يعني في كذا كذا شيء. وين ما ندري، اي بلد ما ندري، فادعوا لنا هيك الله ييسرها وتكون كله الامور تمام، وهيك يعني ان شاء الله تكون منيحه ان شاء الله. على سيره الطيارات هاي اجينا على السينما مع الكل وفاضي هلا لانه جايين باخر الليل يوم الخميس، ما في حدا، ليكو السينما فاضي. هلا هني الاغلبيه ما كثير بحب يطلع على الكاميرا فبيجوز ما نقدر نتصور معهم، بس هيك حبيت فرجيكم السينما ورح نجي نحضر توب جان مع بعض هلا كلنا. هذا الفيلم كثير بيعني لعمه فبنحكي لكم القصه بس نطلع انا وسامر. توب جان القصه هو اعز فيلم على قلب بابا. اوكي حتى تعرفوا لاي درجه، لما امي وابي اتجوزوا بابا جاب ماما على كندا، راحوا من المطار على البيت وشغل الفيلم وقال له هذا لازم تتفرجي عليه. يعني امي اول شيء شافته بكندا هو التوب جان، مو اول فيلم، اول شيء، لانه من الطياره للطياره. يعني فبيعني له كثير كثير كثير، وصار له الفيلم 36 سنه. فالجزء الثاني واخيرا طلع، لانه كان المفروض يطلع من تقريبا سنتين. التصوير اللي فيه رهيب 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 رهيب، يعني ابدعوا فيه. لازم تشوفوه، لازم تشوفوه اللي بيحب الطيارات والطيران والشغلات هاي، حتى اذا بس بتحب يعني افلام الاكشن روحوا اتفرجوا عليه، كثير كثير كثير. فكل العائله راحت سوا لحتى نحضر العرض الاول، وكان متاخر يعني نحن رحنا الفيلم 11 الا ربع، ما رجعنا على البيت للتنتين، وانا عندي شغل ثاني يوم على السبعة ونص الصبح. بالفيلم على السبعة ونص الصبح يلي وصل لهون يكتب يا بيتزا يا توب جان بالكومنت. ايه صح. او توب بيتزا، توب بيتزا، اكتبوا توب بيتزا بالكومنت. ايه صح. انهي اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وكومنت وشير، واكيد اكيد ما تنسوا تعملوا سبسكرايب حساباتنا على الانستغرام تلاقون تحت بالديسكربشن، ومنحبكم كثير ونشوفكم بالفيديو الجاي. باي. Life was dull until you came. I was breathless when we first met. Couldn't keep my hands away.